نرجو أن تبينوا الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب الصحيح الشرعي هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال، أن تستر جميع بدنها عن الرجال بساتر ضافي واسع ليس فيه زينة وليس ضيقا ولا شفافا، وإنما يكون ساترا ضافيا على جسمها على جميع جسمها. هذا هو الحجاب المطلوب شرعاً.